مصر القديمة، تاريخ غني وعجائب تاريخية مذهلة. مصر القديمة هي واحد من أقدم الحضارات في التاريخ، وسابت وراها ورث ثقافي وتاريخي غني وعجائب معمارية استثنائية. في فيديو النهاردة هنتكلم عن القصص المشوقة والمرعبة المتعلقة بعالم مصر القديم، مع التركيز على الأهرامات والعجائب اللي أثرت بشكل كبير على التاريخ والثقافة. لعنة الفراعنة. لعنة الفراعنة هي واحدة من أشهر وأكثر القصص تشويقا وغموضا في عالم مصر القديمة. الأسطورة تحكي عن لعنة بتحصل لكل اللي يتجرأ على دخول المقابر الفرعونية ويتعدوا على راحتهم الأخيرة. بيتقال إن اللعنة دي سبب في سلسلة من الأحداث الغريبة والنهايات المأساوية لكل اللي يتعرضوا لها. دلوقتي هنتكلم عن تجارب حقيقية. أولاً، اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. في سنة 1922 قام العالم البريطاني هوارد كارتر بالتعاون مع العالم المصري الشهير لورد كارنارفون، واحد من أهم الاكتشافات في تاريخ الآثار. اكتشفوا مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك، واتقال قصص كتيرة على تأثير لعنة الفراعنة على المستكشفين دول. مات هوارد كارتر بسبب سرطان الغدد الليمفاوية بعد 17 سنة من الاكتشاف، وده أثار جدل حول اللعنة. تاني وقع، وقعة الملك توت والكلب السلامي، واحدة من التجارب المذهلة والغريبة المتعلقة بلعنة الفراعنة، وهي وقعة الملك توت والكلب السلامي. واتقال انه لما فتحوا المقبرة توت عنخ آمون اتعرض كلب السيد سليمان اللي كان بيرافق الفريق للنحس للموت قبل غروب الشمس في نفس اليوم. تالت وقع، وفاة لورد كارنارفون. لورد كارنارفون اللي شارك هوارد كارتر في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون مات برضو في ظروف غامضة بعد فترة قصيرة من الاكتشاف. يعتقد ان الوفيات المبكرة دي زادت من شهرة لعنة الفراعنة. وفي قصص تانية على مستكشفين واشخاص اتعدوا حدود المقابر الملكية وتعرضوا لحوادث غامضة ومصاير غير متوقعة. القصص دي بتثير الفضول وبتخلي الناس يتسألوا اذا كانت لعنة الفراعنة حقيقية ولا مجرد تخاريف. بالرغم ان القصص دي تبان مخيفة ومشوقة، الا انه لازم برضو تقول إنها مجرد أساطير وقصص خرافية. ممكن تكون الأحداث الغامضة مرتبطة بالظروف الطبيعية أو الأمراض بدلا من لعنة خارقة، ومع ذلك فإن القصص دي لسه بتشكل جزء مثير من تاريخ مصر القديمة وتعمل على إثارة خيال الناس وفضولهم بشكل دايم. وبنتنقل للجزء التاني عن موضوعنا، وهو سر الأهرامات الغامضة، وهنتكلم هنا بشكل تفصيلي أكتر من خلال رحلة إلى الأهرامات من مجموعة من المغامرين والعلماء. في يوم الصبح في القاهرة وعلى شاشة التلفزيون أعلن المقدم الشهير أحمد الحسيني بحماس: هنقوم النهاردة برحلة مختلفة لزمن بعيد وأسرار عميقة، هنكشف قدامكم أسرار أهرامات مصر العظيمة وعن الهياكل الغامضة اللي تحكي قصة حضارة ضاعت في أعماق التاريخ. وفي مكان تاني من القاهرة كانت مجموعة من المغامرين والعلماء متجمعين لتحضير الرحلة. كانت هناك عالمة الأثرية سارة اللي قضت سنين حياتها في دراسة الحضارة المصرية القديمة، ومارك الباحث الشغوف بالأساطير والأديان القديمة، وليلى المصورة الموهوبة اللي تسعى لالتقاط لحظات الاكتشاف بكل جمالها. في خلال ما كانوا بيستنوا الميعاد اللي هيروحوا فيه مغامرتهم، عينيهم جت على الأهرامات من فوق، وهم عارفين ان الرحلة دي هتكون بداية مغامرة ما تتنسيش لعالم مليان بالأسرار والأهرامات القديمة. لما وصل فريق المغامرين والعلماء إلى هضبة الجيزة، كانوا واقفين قدام الأعمال المعمارية الرائعة اللي شكلت نقطة الانطلاق لرحلتهم لعالم الأساطير والأسرار القديمة. الأهرامات هي الأعمدة الحجرية الضخمة مرفوعة للسماء زي تحفة فنية عملاقة. اتميزت الأهرامات بارتفاعها، فبيوصل ارتفاع الهرم الأكبر هرم الخوفو إلى حوالي 146 مترا، يعني حوالي 481 قدما، فده خلاه أكبر بناية مصنوعة من الحجر في العالم لآلاف السنين. وبنوا الهياكل العملاقة دي من ملايين الكتل الحجرية. عدد الكتل دي حوالي 2.3 مليون كتلة، ووزن الحجر الواحد يتراوح ما بين 2.5 و15 طنا. اتبنت الأهرامات خلال العصور القديمة. بيتقال إن هرم خوفو اتبنى في 2004 قبل الميلاد. بيشكل تاريخ بناء الأهرامات وإزاي اتبنت جزءا مهما من الغموض اللي حواليها. لغز الأهرامات مش بس واقف على بنائها الرائع وحجمها الضخم، لكن كمان على الأساطير والروايات الغامضة حواليها. هنا بتيجي الأساطير والقصص القديمة للحياة. بيتقال إن الأهرامات كانت مكان لأساطير كتير، والقصص السحرية اللي اتكشفت حواليها من قصص الآلهة والأبطال الخيالية إلى أسرار القديمة،
والتنبؤات بيعكس الهرم نفسه كمزيج ساحري من الخيال والواقع. وكده ابتدت رحلة المغامرين في كشف لغز الأهرامات. فعدوا الأحجار الضخمة والأسرار اللي حواليها، يكشفوا عن الحقائق وراء الهياكل الرمزية دي اللي اتبنت من أكتر من 4500 سنة ولسه محتفظة على جاذبيتها وغموضها لحد النهاردة. لما وصل الفريق لهضبة الجيزة اكتشفوا قدامهم مشهد غريب ومثير. الأهرامات تتصاعد قدام عينيهم زي تحفة ضخمة بترسم لوحة من الغموض والإعجاب. الهياكل العملاقة دي اللي اتبنت من آلاف السنين تعتبر واحدة من أكبر الألغاز في التاريخ الإنساني. بتتميز الأهرامات بتصميمات هندسية رائعة، فبتظهر بشكل هندسي دقيق بيثير الدهشة. تم بناء الأهرامات بعناية فائقة وباستخدام تقنيات مذهلة للعصور القديمة. بيشكل البناء الرائع ده تحدي هندسي بيثير التساؤلات حوالين ازاي اتبنى. وتعتبر الأهرامات مش بس منشآت هندسية، لكن برضو رموز ضمن الأساطير والإيمانات المصرية القديمة. يعتقد أن الهياكل دي كانت ليها دور في تحقيق تواصل بين العوالم، حيث يتمتع الأهرامات بمكانة خاصة في الروايات والأساطير المصرية. أولاً قصة إيزيس وأوزوريس. إيزيس وأوزوريس هم زوجين من الآلهة المصرية القديمة، مرتبطين بالأهرامات من خلال قصة قوتهم السحرية في إحياء الأمور الميتة. ممكن تفسير الأهرامات كرمز للقوة الروحية إلى الحياة من الشيء الميت، فده بيعكس أهمية الأهرامات في الديانة المصرية القديمة. وقصة رع وأبيس. قصة رع وأبيس بتجسد الصراع بين النور والظلمة. رع بيمثل الضوء اللي بيرمز ليه الأهرامات، الأمان والاستقرار، لكن أبيس بيرمز للقوة المظلمة اللي بتهدد الأمان ده. فالأهرامات بتمثل مكان لحماية النور من الظلمة. قصة الحجر اللانهائي. قصة الحجر اللانهائي بتعزز فكرة إن الأهرامات بتحتفظ بكنوز وأسرار ممكن تحول المعادن الرخيصة لثروة. بتمثل جاذبية الأهرامات في إمكانية احتجاز ما هو أكثر من مجرد هياكل حجرية. قصة النص بشري ونص حيواني. الأسطورة دي بتدي الفرصة لاكتشاف التواصل بين عوالم مختلفة. الأهرامات بتعتبر نقطة اتصال بين عالم البشر وعالم المخلوقات الخارق، من حيث ممكن يحصل تفاعلات وتأثيرات بين حياتين مختلفتين. عالم المومياوات. بيتجه فريق المستكشفين جوه مقابر الملوك والملكات، من حيث بيكتشفوا عالم مذهل مليء بالأسرار والغموض، بتعكس المقابر الفخامة والعبقرية الهندسية للمصريين القدماء في تحنيط الموتى وتجهيزهم للحياة وتفاصيل تقنيات التحنيط اللي ابتكرها المصريين القدماء. بيتم اكتشاف عمليات التحنيط بعد الموت والأدوات المستخدمة وازاي حافظوا على الأموات لآلاف السنين. الفريق وضح ازاي حطوا مع المومياوات الادوات والكنوز اللي فاكرين انها هتكون مفيدة للمتوفين في الحياة التانية. بيتم اكتشاف مفهوم الحياة بعد الموت في العقائد المصرية القديمة، وهنركز اكتر على اعتقاداتهم والاساطير اللي بتتماشى مع المفهوم ده. بيزور الفريق مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة، وبيكتشفوا المجوهرات والتحف الغالية اللي حطوها مع الميتين، وبيكتشفوا قصص محيطة بالمومياوات بما فيهم الاساطير اللي بتحكي على الشخصيات المهمة في تاريخ مصر. دلوقتي هنتكلم على طريقة تحنيط المومياوات. بتحتاج عملية تحنيط المومياوات لتقنيات دقيقة جدا وعناية جامدة. الإجراءات الأساسية دي بتشمل تنظيف الجثة. بيتم تنظيف الجثة المتوفي بتركيز عشان يشيلوا كل الأوساخ اللي فيها. بيشيلوا الأعضاء الداخلية، كانوا بيخرجوا كل الأعضاء اللي في الجسم زي المخ والرئتين والقلب، ويجففوهم ويخزنوهم في أواني اسمها كانوبك. كانوا برضو بيجففوا الجثة. كانوا بيجففوا الجثة عن طريق الملح لمنع التحلل، ويدبسوا الجلد. كانوا بيدبسوا الجلد بمواد زي القش والقماش المبلول بالزيوت عشان تساعدهم يحافظوا على شكل الجثة. وكانوا برضو بيلونوا ويزينوا الجثة. كانوا بيضيفوا الألوان والزينة عشان يخلوا المومياوات تبان أكتر جمالا وأهمية. مين بقى كان بيتحنط من المومياوات؟ ما كانش بيتحنط جثث كل المصريين القدماء طبعا. بالعادة كانوا بيحنطوا المومياوات للأشخاص المهمة الكبيرة واللي ليها شأن اجتماعي واقتصادي، بما فيهم الملوك والملكات والنبلاء والكهنة. كانت العملية دي مهمة جدا للحفاظ على هويتهم والاعتقاد انهم هيستمروا في الحياة بعد الموت. تحنيط الموتى كان بيعبر عن الاعتقادات الروحية في مصر القديمة، واللي كانت بتشير الى اهمية انهم يحافظوا على جسمهم لضمان حياة ما بعد الموت. وعشان كده حنطوا الملوك والملكات بشكل خاص بسبب دورهم المهم في الحياة والديانة المصرية القديمة. بتتجمع النقطة دي في نهاية وثائقنا، من حيث انه بتظهر الاسرار وبتبان الاكتشافات بشكل واضح قدام عيون كل الناس. وهنا بنتسائل اذا كان المغامرون والعلماء قدروا يوصلوا لقلب الاسرار اللي حوالين الاهرامات المصرية القديمة.
وإيه هو الكنز الثقافي والتاريخي اللي بينتظر الكشف عنه في الموقع الغامض ده؟ بعد رحلة مليانة بالمغامرات والاكتشافات، وصل المغامرون والعلماء لمحطتهم الأخيرة. هنا بتتجمع كل الأدلة والاستنتاجات بالتدريج للإجابة على الأسئلة الرئيسية. هل هم تمكنوا من كشف الأسرار الأهرامات؟ الأهرامات رموز من القدماء، بيبين الأهرامات كرمز من الرموز الجوة في تاريخ مصر القديمة. هنا بنستعرض إزاي الأهرامات بقت جزء حيوي من تراث البشرية، وبتعبير عن تفوق البشري في العمارة والهندسة، وكمان بنكتشف ازاي بقت واحدة من اكتر الحضارات تقدم في التاريخ. التأثير على فهمنا لتاريخ مصر في الباب الختامي ده بنوري برضو ازاي بتأثر الاكتشافات دي على فهمنا لتاريخ مصر القديمة بشكل عام، وبنعلن عن الاسرار، يعني بنوسع دايرة معرفتنا بالحضارة المصرية واهميتها في تاريخ البشري. المساهمة في الثقافة العالمية، ممكن نشوف ازاي الكشف عن الاسرار بيلعب دور في اثراء الثقافه العالميه ومشاركه الاكتشافات دي مع العالم، وبنساهم في اثراء المعرفه والفهم المشترك بين الثقافات المختلفه. وبكده بينتهي وثائقنا بختام غامض، بيسيب للمشاهدين والمستكشفين المستقبلين تحديات واسرارا تانية لسه مستنيه الكشف عليها في كل مصر والعالم. في النهايه، فالكشف عن الحقيقه حوالين الاهرامات المصريه القديمه بتمثل تحدي وفرصه لاكتشاف تفاصيل جديده واضاءه على تراث انسان